كشف المخرج تامر حمزة عن إصابة الفنان جمال يوسف بمرض سرطان البلعوم، وطلب في رسالته التي نشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك الدعاء له بعد معاناته مع المرض. ونشر حمزة صورة لجمال يوسف وعلق: اللي في الصورة ديت ممثل زميل اسمه جمال يوسف، وزي ما انتوا شايفين ضحكته جميلة وطيبة ونقية، عشرة 25 سنة ما شفتش منه غير كل خير وطيبة. جمال اتمكن منه المرض، ومفيش حاجة بعيدة عن ربنا انه يعدي منها بخير ويقوم بالسلامة. أرجوكم ادعوله، جمال محتاج دعوتنا. ونشر الصورة ديت لصديقه الفنان جمال يوسف، ربنا يشفيه ويقومه بالسلامة. بدأ جمال يوسف مشواره الفني في سن صغيرة بالمشاركة في فوازير عمه فؤاد، ولم يحصل بعدها على فرصته كاملة في الفن، وشارك بعدد كبير من الأدوار الصغيرة في أعمال معروفة، من أشهرها التوأم وأم كلثوم والبحار مندي وفارس بلا جواد والليل وآخره وعباس الأبيض ومبروك جالك قلق وحدائق الشيطان والقاصرات وغيرها. هنا مع حمادة هلال، هو التاني واحد على اليمين، ربنا يشفيه. وأنا مع محمود الكندي الله يرحمه. دي لقطات من أعماله. وأنا مع محمد صبحي. كما شارك جمال يوسف في بعض الأفلام، منها صعيدي رايح جاي وأيام السادات عام 2001، وفيلم هندي عام 2003، وأيضا شارك في فيلم الغابة عام 2008. ودي صورته مع عائلته، ربنا يخليه ليهم، يخليهم ليه ويشفيه. جمال يوسف قدم على مدار مسيرته الفنية أكثر من 180 عملا فنيا، أشهر مسلسلات فارس بلا جواد وأم كلثوم والبحار مندي، وطالب زملائه الجمهور بالدعاء لزميلهم كي يتمكن من عبور الأزمة الصحية التي يمر بها والعودة من جديد. كما أعلن البعض عن رغبتهم في المساهمة بأي أمر تجاه زميلهم المريض، ربنا يشفيه ويقومه بالسلامة. لو أعجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات. وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين قناتكم قناة أخبار النجوم. شكرا.